كنت جاي من الاسعاف ماشي. فطبعا لما لقيت التحرير فتحت انا فرحت والله، مش كل يوم اجي من الاسعاف ماشي واجي من وسط البلد ماشي. ما انا ممكن يكون عامل عمليه في رجلي، ما اقدرش والجو حر جاي. كل سنه وانتم طالبين طبعا شهر رمضان ده شهر مفترض، بس يعني دي حاجه حلوه يعني. الليفر المصري يعني بعد فتره جامده متوقفه، يعني مش عارف اقول ايه، بس انا بجد فرحان النهارده على الاقل وفرت عليا مشوار شغل جنبها هي. مش قادر اقول لك تحيا مصر وربنا يوفق البلد ويوفق. جميل جدا بصراحه، انا داخل من الفرحه والدعوه كبيره جدا. كل احترام ونرفق اليوم في فتح الشيخ ونزح على الشيخ كيف حاجة. بسم الله ما شاء الله حلوة وبتريح. يعني احنا كنا بنغير الشهداء، يعني بنخلص ست محطات علينا، احنا كنا بنروح ثلاثة ونرجع ثلاثة. فدلوقتي يعني حاجة حلوة ما شاء الله. عموما احنا بنشكر الحكومة بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله، عشان الناس كانت تعبانة جدا، يا تمشي من محمد نجيب يا الأوبرا عشان تاخد من بيتها. فده عمل كويس جدا يعني بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومتشكرين للحكومة. الحمد لله كويس قوي 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 قوي، مليون في المية كمان طبعا. سهلت عليك حاجات كتير؟ حاجات كتير خالص. كمان ده كان طبقه رايح